دوسي شلوت حالك يا بطل، إلك مفتوحة لحم بطنة. وانت أكتر واحد بالدنيا بيعرف شو يعني الواحد يخاف على أهل بيته، شو يعني الواحد يخسر أهل بيته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أخ عزام، تسمح لي أخذ شوي من وقتها؟ إيه أهلا وسهلا، تفضل. حظك حلو، هلأ سويت الشاي، رح أجيب لك كاسة. كأنه لحالك؟ والله يا أخي عزام العيال بأمريكا، أنا بساوي له شاي حلو، ما بعرف إذا بتحبه هيك. إذا مثل الشاي اللي كان يعمل لك إياه العشي فبيكون عظيم. ما هيك يا أبو يوسف؟ سنين أنا عم بسأل حالي إمتى رح يجي هاليوم وتعرف؟ شو كان شعورك لك سيف؟ لحظة اللي كنت عم تقتل مرتي وابني بإيدك وشفت روحهم عم تطلع قدامك، شو كان شعورك؟ لك عن جد إنك قناص شاطر. برصاصة واحدة يا ابن الحرام، برصاصة واحدة كومت عيلة، عيلة كاملة. انت اللي كومت عيلتك بإيدك لما قدرت توقف مع الظلم. لك والله لخليك تشتهي الظلم قدام اللي راح تشوفه يا ابن العايبة. فيك تأرجيني اللي بدك يا طالما هالمسدس بإيدك.